التوت البري بيتميز بإمداده للجسم بمجموعة كبيرة من العناصر المهمة لجسم الإنسان، لأنه بيحتوي على فيتامين سي والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة يلي بتقاوم الأمراض، وبيحتوي الكوب الواحد على 45 كالوري. بيتم تناول توت البري على شكله النيئ، والسبب طعمه اللاذع والحامض، وأحياناً بيعملوا منه عصير أو بيستخدموه لتزيين بعض أنواع الحلويات. من خلال هالتقرير رح نتعرف على أهم فوائد التوت البري. يعتبر التوت البري من مصادر الطاقة المضادة للأكسدة، بيوفر مركبات مضادة للالتهابات، وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص يلي بيتناولوا التوت البري عندهم مستويات أقل من بروتين سي التفاعلي، هو علامة الدم للالتهاب، هو سبب معروف للشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة والتدهور المعرفي. أثبتت الدراسات أن التوت البري بيساعد بتحسين مرونة الشرايين، يعني بيعزز الدورة الدموية وتدفق الدم. فيتامين سي الموجود بالتوت البري بيدعم المناعة، وهو ضروري لصنع الكولاجين، لهيك له دور أساسي بصحة الجلد والمفاصل والشفاء بشكل عام. التوت البري بيحتوي على مادة مميزة بتمنع البكتيريا من الالتصاق بجدار المسالك البولية والمثانة، لهيك بتنخفض نسبة خطر الإصابة بالالتهابات المسالك البولية، وبعض منتجات التوت البري تفقد هالمادة خلال عمليات التحضير. من فوائد التوت البري انه بيحافظ على صحة الفم والأسنان من خلال منع ارتباط البكتيريا بالأسنان، كمان بيساهم التوت البري بحماية اللثة وتعزيز صحتها. من فوائد التوت البري للنساء انه بيعزز صحة العظام بسبب احتوائه على عدة معادن، الفوسفور، المنغنيز، الزنك والكالسيوم، وبيحتوي على فيتامين كي، وهالعناصر كفيلة بالحفاظ على صحة العظام من الهشاشة. واخيرا، الافراط بتناول التوت البري ممكن يؤدي لتشكل حصى الكلى، تهيج المعدة والأمعاء والإسهال.